رمل الأنباء، قمر الحقيقة. لهلا ما قررنا، يعني عرضنا أسماء، ما عرضنا أسماء ممكن يضافوا لمجلس إدارة البنك العربي، ولكن راح نتأكد إنه الاثنين يكونوا مفيدين جدا للبنك العربي. بدون يعني طريقة تعيين عندنا في البنك هي مش بالمعرفة ولكن بالمصلحة البنك. وعم بحاول أنا أنزل معدل سن مجلس الإدارة، كان معدل كما فوق 70، هلا قرب يصير معدل في 50. أمين زيادة أتوكل أنت براس. ضغوطكم كبيرة يا أبو خالد زيادة في كل المجالات. أنا بتحكي لكم شوي عن الصناعات الفلسطينية، يعني اللي وصلتوها للورقة من كل المبالغات اللي كانت. سؤالي أنه 70% من اللي اشتروا الأسهم عرب، في 30% ما عرفنا للزيادة. خلينا اشرح لك. هو اجمالا بقدر اقول لك 80% من اللي اشتروا هن اردنيين، ولكن باسامي شركات اوف شور عندهم شغلهم. معظم المستثمرين هن يجون من برا من عملهم اللي بالخارج. يعني مثلا بتلاقي اسم مؤسسه هي مملوكه من رجل اعمال اردني يعمل في الإمارات أو في أوروبا، ولذلك كان طلب شديد من قبل الأردنيين على الاستثمار في الأردن. فتقريبا 80% من الأسهم المساهمات هي أردنية، ولكن لما تشوف الأسماء بتقول أسامي غريبة إماراتية أو يعني، ولكن 80% تقريبا 80% من الأردن. فيش أجانب؟ ما في أجانب. تفضل. في ما توقعنا بالسالفة، ما توقعنا بالسالفة. يعطيك العافية. سؤالي عام، يعني هذه خطوة جريئة أخذت، أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليم، ولأنه سيترتب عليها ربما إعادة نظر في حالة البنك العربي بشكل عام. ما هي الدوافع؟ هل هناك دوافع طارئة جعلتكم تتخذوا هذا القرار، أم أن المسألة جاءت في السياق الطبيعي فقط، بيع وشراء السهم؟ لا، في إذا خليني أبدأ بنفسي. أنا مؤمن في الأردن ومؤمن في البنك العربي، صار لي بشتغل في البنك العربي 20 سنة، عضو مجلس إدارة تقريبا 20 سنة. ولكن لما بديت عملي أنا كان عندي من والدي 100 سهم بنك عربي، هذه القصة من حوالي 60 سنة، شوية أقل من 60 سنة، بلاش نكبر حالنا كثير. فبعت 100 سهم وشوية كان عندي في صندوق الأيتام، أخذتهم واشتريت، بديت أشتغل فيهم. أوكي. لأنه والدي الله يرحمه كان من أقدم زبائن البنك العربي، فكان عندي إيمان مبدئي في البنك العربي، وصل لي بس كعميل للبنك العربي أو زبون للبنك العربي من عمري 23 سنة، يعني صار لي حوالي 55 سنة. 55 سنة زبون بتعاطى مع البنك العربي، فبعرف البنك العربي، تعاطيت معه خلال سنين واشتغلت مع البنك العربي كعضو مجلس إدارة، وبعدين كنت قبلها مستثمر، بديت بس صار معي أول $1000 اشتريت فيهم أسهم بنك العربي. فإيماني في البنك ما في أي خوف، أو مؤمن إيمان تام بالبنك العربي. اثنين، أنا مؤمن في البنك في الأردن، البنك الأردن، أنا مستثمر في الأردن، بشوف الأردن شو وضعها، بشوف عيوبها، ولكن الاستقرار والأمان اللي هون ما في منه، وما في خوف، أنا ما بخاف على المستثمر بالأردن. ولذلك كان لما انعرضت الفرصة، قلت فرصة إنه البنك العربي يكون الخوف منه اللي هو كان وهمي دائما إنه البنك العربي راح ينتقل لبلد آخر. فعملنا
فتمينا بشراء الأسهم لنتأكد إنه البنك العربي يضلوا أردن في الأردن وأردن، مع إنه ما في منه هالحكي إنه يطلع من الأردن، ولكن في ناس كتير قالوا طلع الشومان الحريري بعد نعمة صباغ مشان يأخذ البنك على لبنان، هذا كله غير وارد ولا عمره كان وارد. فهي تفضل. هل كان في مفاوضات مع مستثمرين محتملين من شراء اسهم الحرير في البنك العربي من السعوديه وما كان مصيرها؟ هل هي مشكله او كان انقلاب على الاسعار هرجه من جلب الاخر بالعملات العربي الاسلامي؟ هل هناك خطه لتغيير الهيكله الملكيه ايضا في البنك العربي الاسلامي الذي يمكن حاليا بشكل كامل في البنك العربي؟ بالنسبه ل انا تفاجات والسيد نعمل تفاجأ إنه الحريري تكلموا مع فند في الإمارات لشراء الأسهم، فيجوا تكلموا معي، أنا تفاجأت والسيد نعمل تفاجأ إنه فند يجي يشتري أسهم بنك عربي 20%، هذا خطيرة جدا، ممكن يكبهم بالشارع يوم من الأيام بدون ما بتعرف لوين رايحين ولا هذا. لما تكلموني قلت لهم I don't ما بوصيكم تدخل في الموضوع لأنه ما راح نسمح فيه يصير. رأسا دخل عنصر آخر، رجل أعمال سعودي وعرضت عليه نشتغل مع بعض إنه نوسع القاعدة، رفض. هو رجل أعمال ناجح بالسعودية، رفض، ولكن لما تمكن من جمع رأس المال عرفنا. فاتصلت في الحريري قلت له كيف تعمل هيك فينا انت؟ اللي حق عليك البنك العربي له حق عليك انه نعرف شو عم تعمل. قال والله انا كنت اظنكم عم تستعدوا تعملوا نفس الشيء. قلت له طيب كيف بدنا نستعد اذا ما عندنا؟ احنا عندنا اخلاق تمنعنا انه نشتغل من وراء ظهرك، احكي لنا. ف سيد نعمة كان في بيروت، انتهت مدة الشخص الآخر المستثمر الآخر، فقلت له طلب منه إنه رأساً اجتمع مع السيد محمد وقول له إحنا جاهزين نقدم عرض جديد. فاتصل فيه قال لي انتهت مدته، وطلب قال له الحريري إنه طالب تمديد المستثمر ولكن معنا 48 ساعة نقدم عرض جديد. فقلت له نعمة يمكن ضرب جنون، قل له آه رح نقدم له نعطي عرض. فقلت له ارجع لعمال، كان يوم جمعة بآخر شهر 11 إجا نعمة، كانت يوم الاثنين الصبح. قلت له اعمل عرض يا نعمة. قال لي كيف؟ قلت له اتوكل على الله. حكينا قبلها أنا بكم يوم، حكيت مع الضمان قلت لهم يمكن صح لنا فرصة نشتري أسهم بنك عربي معالي سهير العلي، ممكن تساهموا معنا؟ قالت لي أنا مبدئيا مستعدة بس هذا مش اللي بدي أعرض على المجلس. قلت لها أوكي أعرضي لأنه عندي شعور إنه الفرصة راح تيجينا، رد نقدم للموضوع. قالت أوكي. ولما مضينا الكتاب أنا والسيد نعمة لبيت الحرير، هو الشراء من بيت الحريري مش من البنوك، فقدمنا موقف عرض وقلنا انه احنا اذا ما نفذنا نعطيكم التزام 25 مليون دولار غرامة. غرامة نعم قال لي بدك تجيبهم هلا كيف عم تمدوا غرام؟ قلت له انا بعرف انه الله بحبنا وهذا البنك كل الناس رح يجونا، و عندي إمكانية أنا أستديم من البنوك خارج الأردن. قدمنا الأوفر يوم الاثنين وآخر النهار قال اتفقنا. الصبح غير شوي، رد الظهر بعد ما يعني صار كلام قاسي، مضينا اتفاقية بأول ديسمبر إنه خلال 45 يوم احنا بنضمن انه نشتري الاسهم. ف اتفقنا
اللي شرحته. ليش الضمان ما كمل؟ ضمان اتخذ قرار الاستدامه. بكمل لك بالاخر. القصة بالاخر. ف اعلنا انه صبيح المصري واخر والمستثمرون راح يشتروا اسهم البنك العربي. يبين يشتروا اسهم البنك العربي من الحريري. خلال 10 ايام كان جاينا 1200 مليون دولار. ما عملنا ورقة استثمار ولا كلفنا بنك ولا كلفنا أي مؤسسة تدير الاكتتاب ولا شيء. قلت نعمل فتحت حساب في البنك العربي صبيح المصري للاستثمار بين قوسين أوقع عليه. وخلال 45 يوم كان عندنا 1120 مليون دولار في البنك بدون الضمان. هلا صار مهمتي شو اعمل؟ صار عندنا كل المستثمرين من الخارج ما طلع من الاردن يمكن الا 50 مليون دولار كلهم من برا. فبدك واحد يقول لي سهير استاذ سهير كيف بتطلعها براني؟ قالت لي اذا مصلحه البلد في مساهمين من برا انا ما عندي مشكلة انسحب وانسحب. ولكن قلت لها انا بضمن لك انه نبيعك اسهم بنفس السعر اذا بدك. قال هذا خيار ثاني. فما اخذنا الاسهم منها. والمضبوط صار عندي نوع خوف انه يصير حكي كثير انه في مصالح لحد في هذا. بس هي كانت يعني جوابها أولها صعبة كانت ولكن كانت راضية وقالت مصلحة البلد بتمني فانسحب الضمان. تفضل. يعني أنا مش ناسي سؤال علاقة البنك العربي الإسلامي لكن متابع على هذا السؤال. هل هناك نية لرفع رأس المال؟ لا. نعود للعربي الإسلامي يعني ما في نية. هل هناك هيكل جديد للبنك العربي الإسلامي الذي يملك البنك العربي بالكامل؟ ما في تغيير أبدا. راح يظل مملوك. هو في فترة من حوالي 7-8 سنين من 7 سنين كان طلبت الإدارة من مجلس إدارة إنه ينباع نصه لأبو ظبي البنك أبو ظبي الإسلامي. إحنا رفضنا. شوف حسب الهويات 49 ولكن بالواقع فوق 60 لأنه مثلا أنا عندي شركة في البحرين اللي مسجلة حدا اسمي مسجلة بحرينية هي أردنية بدنا يعني لأسباب للعمل لأنه بسبب عملنا بالخليج نضطر مرات نسجل شركات أوفشور مش بالطريقة الأخرى بالطريقة السليمة مشان يكون نقدر نشتغل بدول أخرى. التغيير التركيبي في البنك العربي مين اصبح التوب 10 او مين المساهمين الكبار في البنك العربي حاليا ويستحقون الدعم؟ شوف هلا مجموعه الضمان الاجتماعي عنده 16% الكل بيعرف المعلومه 16% شركات اللي تابعه لصبيح المصري وعائلته 10% والباقي الليستات شفتوها بالقوائم المركز الإدارة ما في حد له أكثر من 1 أو 2% ما عدا حكومة المملكة العربية السعودية. وزميل جديد دخل معنا سمارة سلم سعودي محترم رجل أعمال محترم دخل معنا أعطانا 200 مليون دولار للاستثمار. البنك العربي يملك مؤسسة شومان بالكامل ويخصص لها 3% من أرباحه سنوياً لخدمة المجتمع بالأردن. ويعني أنا تأكدت بعد ما استلمت إنه يكون لها نشاط على نطاق واسع مكتبات مساعدة في الثقافة هي لأنه هي مؤسسة ثقافية وعم بتساعدها كثير إنه تتوسع وفي كل مدينة في الأردن راح نجيلها وجود. بس هي أهم شيء إنه المكتبات اللي موجودة الآن في معظم مدن الأردن
وعم بنحاول من سوء الحظ انه في بعض المكتبات في البلديات وبسكروا المكتبة لما تسكر البلدية مع الدوام. هو المكتبة عادة المفروض تفتح بعد الدوام لأن الناس بيجوا على المكتبات بعد العمل يعني مش. وذلك إذا بتروح مؤسسة شمان في عمان بتلاقي المكتبة مكتظة بالناس وفي أفلام أسبوعية وبعطوا جوائز للمثقفين والمبدعين. بالضبط. بالنسبة للبنك بحب السيد عن إذنكم أنت جاوب. حقيقة مثل ما تعرف هذه ما بتمثل زيادة برأس المال، هي نقل ملكية من مجموعة إلى مجموعة أخرى في قيادة السيد صبيح. بس نحن نستمر بتنمية أعمالنا بمختلف الدول خصوصا الدول الواعدة فيها، وتوسعنا دائما يكون مدروس لأنه بيهمنا نحن أن يكون أرباحنا تنمو بطريقة سليمة ومستدامة ودائما نحافظ على جودة محفظة الائتمان. هذه كثير مهمة، فراح تشوفونا نضل نمو إيجابي مثل ما شفت السنة هاي وإن شاء الله من السنوات القادمة إن شاء الله. تفضل. مساء الخير سيدي، أنا شاهد الزينات من وكالة ترامب. عندي سؤالين. السؤال الأول، الأرباح اللي تم تحقيقها في البنك العربي، هل سيذهب أرباحه على المساهمين وجودا أم لعائلة الحريري سيكون لهم جزء من هذه الأرباح؟ والسؤال الثاني، عضوية معالي باسم عوض الله في إدارة البنك العربي على أي حصة، على أي شركة تكون تابعة، أي شركة؟ أولا أي القانون اللي بيشتري السهم اليوم توزيع الأرباح بكرة بأخذ الأرباح بكرة يوم الهيئة. توزيع الأرباح توزيع الأرباح في شهر نيسان القادم راح يكون للمساهم الحالي. المساهم الحالي هو يشتري 20% مساهمين جدد بأخذ أرباح، هذا راح ياخذوا ارباح من بعد شهر ونص من شراء الاسهم تقريبا. بالنسبه للدكتور باسم عوض الله، له اشترى اسهم هو باسمه ممثل نفسه، هو كمان دكتور باسم هو نائب رئيس مجلس اداره البنك العربي، واحنا سعيدين جدا انه يكون عضو في البنك العربي. مدير تحرير وكاله جلسه نيوز الصحفي نضال سلام، نبارك لكم طبعا نبارك لكم هذه الصفقة وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح آخر. وحقيقة يعني شيء من حديث الذكريات منذ الطفولة، وأنا أرى البنك العربي من الفرع الأساس خاصة في منطقة وسط البلد، فيعني واحد مراحل العمر عاش ورسخ في ذهنه البنك العربي حيثما وجد. يعني البنك العربي أنه هذا إن شاء الله علامة فخر واعتزاز إن شاء الله تعالى. حقيقة خلينا نقول سؤالنا مستقبلي الآن في ظل الأوضاع الراهنة في محيطة في المنطقة في الأوضاع المحلية، ترى كرجل أعمال ناجح أستاذ صبيح المصري ماذا ينظر لمستقبل الاقتصاد الأردني؟ ماذا سيشهد البنك العربي في المستقبل القادم في الظروف الراهنة أيضا؟ وكنا نعلم يعني ما نعاني من ظروف. شق آخر على السؤال، كاقتصادي ناجح ماذا تنظر إلى قرارات الحكومة وسياساتها حاليا؟ شكرا. أنا ما راح أدخل في الباب هذا، بس أنا مؤمن بالأردن وعندنا مشروع في العقبة صار بكلفنا لليوم حوالي 600 مليون دينار، فبفرجيك قديش أنا مهتم بالأردن. ولكن أنا من النوع المتفائل، بقول دائما بكرة إن شاء الله يبقى أحسن من اليوم، فهذا الإيمان واسع. بس أما ما يدعو لأخ في الموضوع السياسي، تفضل. حكومة قطر ما لها علاقة في الموضوع، ولكن بنك قطر من الدائنين الرئيسيين للحريري. العملية هاي تمت مع 17 بنك، رئيس المجموعة البنوك هو بنك قطر الوطن مع 3 بنوك آخرين. أما ما في كلام حكومي مع حكومة قطر ولا بأي وقت من الأوقات. ربما سمعنا إشاعات في الماضي إنه بيت الحريري راح يبيع على قطر، بس هذا كله حكي ما في منه. بعد موضوع الصفقة الحالية،
احنا بلغنا البنك المركزي لما كتبنا الكتاب، وهي والضمان الاجتماعي طلبنا منهم يشاركوا معنا. هذا كل الموضوع، ما في شيء ثاني. تفضل. رائد عواد من قناة الجزيرة. سؤال على الهامش أستاذي، يعني كان البنك العربي السابق تعرض لتهمة بدعم الإرهاب وخاصة ارتباطه وتحويل أموال لحركة المقاومة الإسلامية حماس. على هامش هذا المؤتمر، هل لنا بإيجاز أين وصلت هذه القضية؟ أو تخلص منها البنك العربي؟ احنا اولا احنا عملنا تسويه مع اللي رافعين قضيه على البنك، ولانه موضوع خطير للاردن جدا اذا خسرنا القضيه، فاستعملت الموضوع التجاري في تفكيري وما تركنا الخوف، لانه البنكي كان خايف كثير والبنك المركزي كان كثير خايف، ولكن البنك المركزي كان واقف معنا طول الطريق وساعدنا كثير بموضوع القضية وما قصروا، ولكن احنا وصلنا لحل. في قضايا ربحناها وعم بيستأنفوا، وفي قضايا ما خسرناها بس عملنا تسوية عليها لأنه ما بدنا نضلنا عايشين في وهم الخوف. فاحنا اليوم بقدر أقول لك إنه احنا وضعنا سليم، واحنا ماخذين أخذنا احتياطيات للمواضيع هاي خلال سنين. بس هذا بخليني أذكر احنا بالست سنين البنك العربي كان ربحه قبل القضية 270 مليون دولار، اليوم قبل القضية ربحه 780 مليون دولار. فرجيك التقدم خلال خمس سنين اللي دخل فيه البنك، وشطبنا ديون كانت موجودة بالدفاتر تزيد عن 2000 مليون دولار. هاي حقائق بينا في الدفاتر، وهي في المستشار القانوني للبنك العربي هون، وهي المدير العام للبنك العربي. فيني أضيف بس كلمة واحدة بس القضية اسمها، إنه هذا التسوية تمت بدون إقرار لأي مسؤولية من البنك تجاه المدعيين، وصار في حد لكل التزاماتنا المالية، هذا أهم شيء، صار في حد لها. ومثل ما تفضل السيد صبيح إنه عاملين المخصصات لكافة الاهتمامات المتوقعة للتسوية. محمد الحوام يخبرني سيدي، في ظل الظروف المحلية الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية اللي شوي صعبة الفترة الحالية، هل في ضمانات إنه 13 مستثمر الجديد أو 25 اللي زاد حصتهم من غير سيد صبيح إنهم يبيعوا أو يحطوا الموقف في البنك مرة ثانية، إدارة البنك مرة ثانية في موقف إنه توزع الملكية مرة ثانية أو يأخذها ناس آخرين، أو هل كان السعر اللي هو 6 دنانير وربع حسب ما فهمت لا يعني أنتوا رفعتوا السعر حتى ما يصير في مستقبلاً اقتناص فرص؟ أو البنك القيمة الدفترية تزيد عن السعر اللي اشتريناه 30%، فبعدين السوق حر، أنا ما بقدر أقول لك مين بده يشتري ولا نبيع، بس بتأمل من اللي اشتروا يكون عندهم التزام في البنك، يضلهم مستثمرين في البنك، والظاهر إنه هن مؤمنين في البنك فدخلوا يستثمروا. هلا بس البنك مع ذلك بدي أقول لك إحنا بنعيش في عالم، لا بتعرف شو في حوالينا، إحنا البنك العربي بسوريا شبه مغلق، في ليبيا مغلق، في اليمن شايفين الأوضاع، في السودان أوضاع صعبة، نشتغل في عالم كله ترمويل، ومع ذلك شطبنا ليبيا، سوريا تقريبا مغطي كل، مع ذلك البنك الحمد لله سوليد يعني قوي جدا، ما بدين أكثر من 65% من الودائع، بنوك ثانية بدين 100% من الودائع، فاحنا مرتاحين وما في خوف. انا شخصيا مش خايف. تفضل. مساء الخير للجميع. فيما يتعلق بسعر سهم البنك العربي في الوضع القائم الحالي، بتصوركم ان السعر الحالي هل يجب ان يكون السعر مختلف عما هو الان عليه؟ هل يجب ان يتقدم بشكل افضل؟
بتأمل إنه يطلع على السعر المعقول اللي هو 10 دنانير إن شاء الله. بس ما راح أتدخل أقول له أطلع ولا أنزل، بس إن شاء الله اللي بيستثمر في البنك يشوف إنه النتيجة كانت مفيدة. شكرا جزيلا. ضم للأنباء قمر الحقيقة.